بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والساعة لا ريب فيها وأنت يا ربنا تبعث من في القبور اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد يا ربنا كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان ووفقتنا فيه للصيام والقيام ويسرت لنا برحمتك ومنك وكرمك ختم كتابك العزيز لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن وشرفنا بشرف القرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم اللهم اجعله سائقا وقائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلونه حق تلاوتك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن سببا للفوز يوم القيامة اللهم اجعل القرآن لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا ولذنوبنا ممحصا وإلى جناتك جنات النعيم قائدا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن
يقرأ القرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ممن يقرأه فيشقى. نسألك يا ربنا أن يقال لنا يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا ربنا ما أحلمك، سبحانك يا ربنا ما أكرمك. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وتغفر لنا ما كان من الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له برحمتك وكرمك ما تقدم من ذنبه. اللهم يا ربنا إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد وعدنا وعد الصدق بأن لك عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسألك يا ربنا أن تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأقاربنا ومشايخنا الذين علمونا وكل من له فضل علينا. نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عتقائك من النار. نسألك يا ربنا ألا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا، برحمتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، نسألك يا ربنا أن تجعلنا عند ختمه من الفائزين المفلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ما كان في هذه الختمة المباركة من الخلل والخطأ والزيادة والنقصان، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تغفر لمن قرأها ولمن سمعها ولمن أمن على دعائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تتجاوز عنا ما كان منا في هذا الشهر من التقصير. اللهم ما كان منا من التقصير في هذا الشهر الكريم فتجاوز عنا واغفر لنا يا رب العالمين، وتقبل منا برحمتك وكرمك ما كان منا من الصالحات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربنا لك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نرجو رحمتك. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك يا ربنا أن تسعنا رحمتك، يا كريم يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا بكرمك ومنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واجعلهم في بطون الألحاد من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا أن تنصر المستضعفين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اهد بنا واهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا أن تهدي شباب المسلمين وتعدهم إلى دينك ردا جميلا، وتصلح نساءهم بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين المفلحين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطعدنا عن جنابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك ألا ينقضي شهر رمضان إلا وقد غفرت لنا وأعتقت رقابنا من النيران برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك ورجوناك فنسألك يا ربنا أن تجيب دعاءنا. نسألك يا ربنا ألا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء المقبولين ونعوذ بك يا ربنا أن نكون من الأشقياء المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.